ولما قابلت مستر جاكي شان؟ لا، هو اول ما قابلته طبعا هو عارف ان هو لما بيقابل ناس اول مره يشوفهم الناس كلها عايزه تاخده بالحضن وعايزين يتصوروا معاه، فهو بيدي وش كده اللي هو ما تجيش ناحيتي دلوقتي خالص. ابو الغضب، مفيش محدش يجي ناحيتي، محدش يجي. وانت طبعا واخد عنه فكره ان هو انا ممكن يكسرني في ثانيتين. فاللي هو خلاص من بعيد لبعيد كده، وانا كنت مع نفسي خالص اساسا. ف بعد شويه اول مشاهد بداناها هي المشاهد بتاعه الطياره. ودي كانت بتتصور في هانجر كبير جدا كبير جدا، واحنا دي كروما. بس عمر ما حد، طب بص، لا طبعا، لا احنا طرنا بالطياره طبعا، صوروا شويه حاجات جوه الطياره دي طايرين بجد. يعني انت طرت احكي لك؟ لا انا احكي لك موقف بعد شويه هقول لك. لا ده دي طارت. هم حاطين في حد قاعد جنبي. في ايوه، شايف الراجل قاعد جنبي ده؟ هو ده اللي بيسوق مش انا اصلا اساسا. من غير ما تقول يا هاني، هم حاطين له، لا هم حاطين لي حاجات زي اللي عنده بالظبط. هم حاطينها لي عشان لما حركها تبقى بتتحرك كده. يعني احنا بنثق فيك طبعا، بس اكيد عارفين انك مش انت اللي سوقت المروحيه. هضيع نفسي، هضيع نفسي. فاول ما قابلته في الهانجر ده، في الهانجر دوت، وكان اول مشاهد ما بيننا دي. فلقيته فجاه كده بجد، يعني بعد شويه لقيته هو بيلف وبيبص على هدومي وبدا يعدل لي هدومي. انا بقى في اللحظه دي اللي هو انا مش مصدق، يعني انا مش انا هو ده حلم ولا علمي؟ هو ده حلم ولا علمي؟ بس بجد كان احساس حلو قوي ان اتعلم منه دي، ان هو ده جاكي شان اللي انا جاي كل الساعات ديت عشان اشوفه بس، واكيد في ملايين زيي في العالم كله. وان هو علشان شغله او عشان حاجه هو بيحبها هو واقف قدام، وعشان يخليك كمان اللي قدامه ده يفك، لانه هيمثل معاه فعايزه شويه يفك. يعني ان شويه في حاجه فريندلي، يعني اللي هو بدا يعدل لي هدومي. بصي هاني، في حاجات لحظات في حياتنا بتحصل من الصعب تفسيرها او شرحها طبعاً للاخرين، لان هي بتمثل شيء جوانا احنا. يعني ممكن مكان او شخص، مهما شرحت للي قدامك هو مش عارف انت ايه اللي جواك. انت جواك حاجه، لقطه منذ الطفوله، في حاجه بتتحقق قدامك. مش مضطر تشرح قيمه جاكي شان، هو بالزبط. المهم هو ايه بالنسبه لك وفي ذكرياتك بالزبط. فانا فاهمه اللحظه دي كويس قوي. كانت حاجه بالنسبه لي، كنت يعني ما بين ان انا خايف وما بين ان انا عايز اعيط وما بين ان عايز اقول له ان انا بحبك جدا. بس هو فهم، هو اكيد فهم، يعني قابل ناس زيي كتير جدا. يعني ف من بعد كده لما بدات يبقى عندي الجرأة شويه ان اقول له اتصور معاك، فاول مره قال لي لا نتصور بس مش بلبس الشغل، فوافق ان احنا نتصور. هو علمني، بس هو صح، هو صح. هو لا على فكره هو اللي علمها لي، انا بقيت اقولها بقى لما اجي مصر اي حد يقول لها تصور في اللوكيشن اقول لا، هو نغير صح؟ نغير هدومنا الاول وبعد كده، لانه ده ممكن يعمل ريفيل او كشف التفاصيل فيلم لسه ما نزلش. لغايه ما وصل بقى الحمد لله للثقه ان هو اتصور معايا بعد كده بلبس التصوير عادي، ما كانش عنده مشكله خالص الحمد لله. يعني لانه كان واثق ان انت مش هتنزلها غير بعد ما الفيلم ينزل. لا هو طبعا عارف. لا عارف كمان من طريقتي، وانا حكيت له كتير عن مصر وحكيت له احنا بنعمل ايه وفرجت له فيديوز ومش عارف ايه، فعارف ان انا بعمل ايه هنا في بلدي برضو. يعني مش عارف ان انا شغال في الشغلانه من قبل كده، هحترم دوت. مش يعني لما يقول لي على رول معينه انا هحترمها لغايه الاخر. يعني انا قعدت 3 سنين ما حدش عارف ان انا عملت فيلم. صحيح صحيح. احنا فجاه قالوا لنا هاني عادل شارك مشاركه في الفيلم هيدن سترايك. يس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.